باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. دي الحلقة الثالثة اللي احنا بنلخص فيها ما سبق أن تكلمنا عنه في 14 حلقة سابقة عن موضوع عام هو عبادتنا الليتورجية، هي ترتيل عقائدنا الإيمانية. وحنكمل في هذه الحلقة ما تكلمنا فيه عن سر الفداء. وإحنا كنا واقفين في الحلقة الماضية عند عنوان هو لماذا كان يتحتم أن يموت الرب بالجسد مصلوبا وعلانية. البابا أثناسيوس الرسولي لخص الإجابة عن هذا السؤال في البنود التالية، بيقول لو أن الرب أسلم جسده على فراش في مكان ما سرا كعادة البشر لاعتبر بأنه فعل ذلك عن ضعف، ولكنه هو قوة الله ولم يكن لائقا أن يسبق المرض موته لئلا ينسب الضعف لذاك الذي كان في الجسد، وأنه لكي يتم حكم الموت فيه نيابة عن الجميع كان لابد أن يكون هذا بمرأة من الجميع، وأنه لم يسعى إلى الطريقة التي يقدم بها ذبيحته عن الآخرين بل قبلها من أيدي الآخرين، وأنه لو كان موت جسده قد تم سرا في أي مكان لكانت قيامته قد اختفت ولم يقم لها دليل، ولصار الموت الذي اختاروه له صار الموت الذي اختاروه له مبالغة في تحقيره، صار هو بالذات علامة للانتصار على الموت نفسه إذ حفظ جسده سليما. آخر نقطة بيقولها البابا أثناسيوس، كيف كان ممكنا أن يدعونا إليه لو لم يصلب؟ لأنه لا يمكن أن يموت إنسان وهو باسط ذراعيه إلا على الصليب. وختمنا موضوع فداء الموت بالصليب عن معنى قول الابن على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني، بشرح آبائي عن هذا القول. قلنا فيه باختصار أنه بمخالفة آدم للوصية تركت الطبيعة البشرية بنوع ما من قبل الله، إذ كانت ملعونة ومستوجبة للموت، ولكن لما اشترك الكلمة ابن الله معنا وماثلنا في اللحم والدم كان يجب أن يضع حدا لهذا الترك الذي أصاب الطبيعة البشرية بصفته واحدا من المتروكين. فبقوله هذا القول على الصليب قد أبطل الترك الذي أصابنا، إذ يستميل لنفسه الآب داعيا رضاه علينا وكأنه يدعوه على نفسه هو أولا، لأن كل ما يناله الابن بصفته البشرية من الآب فذلك لكي يوصله لطبيعتنا. ده ملخص معنى قول الابن على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني. هذا ملخص لما سبق الحديث عنه في الجزء الأول من موضوعنا الأساسي عبادتنا الليتورجية هي ترتيل
عقائدنا الإيمانية. أما عن الجزء الثاني من هذا الموضوع فهو تكميل مراحل خلاصنا التي أكملها المسيح من أجلنا. فبعد الموت الصليب كانت القيامة من بين الأموات، ثم الصعود إلى السماوات، ثم الجلوس عن يمين الآب، ثم إرسال الروح القدس. من غير المراحل دي لا يكتمل خلاصنا. إن توقفنا عند موت الصليب لا نستفيد شيئا، بدليل بسيط قال القديس بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. هو ده أهمية أن المسيح مات لكي يقوم. فتكميل مراحل خلاصنا بيتم عندما يقوم الرب من بين الأموات ويصعد إلى السماوات ويجلس عن يمين الآب، أي يقدم طبيعتنا اللي فيه أمام الآب. هنعرف في وقتها ماذا يعني هذا الفعل الخلاصي، لأنه من غير ما يجلس المسيح عن يمين الآب ويقدم طبيعتنا إلى الآب لا يكتمل خلاصنا. وحينما تحدث هذه المراءاة أمام الآب يمكن أن يرسل إلينا الروح القدس لكي يتمم فينا فعل خلاص المسيح. ولكن النقطة أو الجزء الساقط من حديثنا عن الخلاص هو الحلقة المفقودة ما بين الصليب والقيامة. الحلقة دي اللي هي نزول المسيح إلى الجحيم. الموضوع ده لم يتكلم عنه كثير من معلمي الكنيسة اليوم في هذه الأيام، ولكن آباء الكنيسة أولوه شرحا مستفيضا، لأنها حلقة أساسية جدا في مراحل خلاصنا. يعني موت الصليب ما كانش بيتبعه مباشرة القيامة، لكن تبعه نزول المسيح إلى الجحيم ليكرز بالخلاص للذين يقبلون المسيح. أنا عايز بس أقرب لكم أهمية هذه المرحلة اللي هي مرحلة نزول المسيح إلى الجحيم. الخلاص اللي المسيح أعده للبشر كلهم، لكل الخليقة منذ آدم وحتى إلى نهاية الدهور. فالمسيح لما نزل إلينا على الأرض يكرز بالخلاص للموجودين على الأرض. طيب ما هو حال الذين ماتوا قبل مجيء المسيح؟ كانت جميع الأرواح قبل مجيء المسيح تذهب إلى الجحيم اللي هو مكان انتظار الأرواح. فكان لابد للسيد المسيح أن ينزل إلى الجحيم ليكرز لهذه الخليقة الضخمة جدا. هقرب لكم الفكرة شوية، ضخمة جدا ازاي. اكتشفوا جمجمة انسان في ألمانيا بتعود الى 4 ملايين سنة، ولقوا جمجمة لانسان في الصين العلماء بيقولوا انها لها 12 مليون سنة. فهيعترضنا سؤال: لما نجمع التواريخ المكتوبة في الكتاب المقدس عن آدم وبنيه نلاقيها في النهاية 5500 سنة تقريبا، فمنين جت الملايين ديت؟
الكتاب المقدس لما كان بيقول أن آدم ولد شيس وشيس ولد وفلان ولد، ما كانش بيذكر التسلسل، يعني الابن المباشر، ما كانش بيذكر التسلسل المباشر للأولاد، لأن هو في النهاية عاوز يوصلنا إلى أن المسيح جاء من جنسنا. فما كانش الأسماء المكتوبة في سفر التكوين بتعني الأولاد المباشرين للآباء المذكورين، بدليل أنه فجأة في سفر التكوين يقول ورأى أبناء الله بنات الناس أنهن حسنات. واضح هنا أن في أبناء الله وبنات ناس، يعني في ناس كتيرة، في شعب. فعايز أوضح أن نزول المسيح إلى الجحيم كان بيكرز بالخلاص لهذا العالم الضخم جدا الممتد لملايين السنين، وإذا ما قلناش ملايين كفاية آلاف السنين، فأمم ضخمة كانت محتاجة إلى الكرازة بالخلاص. فنزول المسيح إلى الجحيم دي منطقة مهمة جدا، لأن الخلاص ما كانش للذين على الأرض فقط، لكن كان للذين على الأرض وللذين ذهبوا إلى الجحيم. وحتى هذه النقطة تصبح بسيطة وسهلة إذا قلنا أن خلاص المسيح لم ينتهي عند صليبه وعند نزوله إلى الجحيم للكرازة بالخلاص، ولكن ما هو ذنب الشعوب الموجودة حاليا في كل أرجاء الأرض التي لم تسمع بخلاص المسيح؟ يعني الموضوع مش خاص بأحداث ماضية أو بزمن ماضي، ولكنه خاص أيضا بزمن مستقبلي. هو ده الموضوع اللي أنا هاخد فيه شوية وقت زيادة عشان أشرحه بالتفصيل كما تكلم فيه آباء الكنيسة. مفيش حاجة من عندنا، كل اللي بنقوله هو تعليم آباء كنيستنا، وكله documented، يعني كل حاجة بيقولها حد من الآباء المرجع بتاعها موثق. إن هذا الموضوع لا يتطرق إليه الكثيرون ولكنه في غاية الأهمية. إذن في هذا الجزء الثاني من موضوعنا الأساسي، عبادتنا الليتورجية هي ترتيل عقائدنا الإيمانية، هنبدأ الحديث بأول مرحلة من مراحل خلاصنا بعد موت الصليب، وهي نزول المسيح إلى الجحيم. هنتكلم دلوقتي عن خامسا النصوص الليتورجية والكتابية وبعض الكتابات الآبائية عن الكرازة بالخلاص في الجحيم. خامسا لأن أولا كان عقيدة الخلق، ثانيا قضية سقوط الإنسان، ثالثا سر التجسد الإلهي، رابعا الفداء بموت الصليب. احنا بنتكلم دلوقتي عن البند خامسا. هنتكلم في هذا الموضوع عن ثلاثة بنود أساسية. البند الأول هو نزول المسيح إلى الجحيم في نصوص الصلوات الليتورجية. البند الثاني نزول المسيح إلى الجحيم في النصوص الكتابية. البند الثالث نزول المسيح إلى الجحيم في بعض كتابات آباء الكنيسة. خلاص الإنسان كان معروفا عند الرب من قبل تأسيس العالم، والخلاص الذي أكمله المسيح بالصليب والقيامة صار متاحا لكل من يؤمن بالمسيح، سواء للساكنين على الأرض
أو الذين كانوا في الجحيم. فبعد خلقة الإنسان على صورة الله ومثاله، وسقوط الإنسان من حضرة الله بسبب المخالفة، كانت مراحل الخلاص هي التجسد الإلهي، الفداء بموت الصليب، النزول إلى الجحيم، القيامة من الموت، الصعود إلى السماء، الجلوس عن يمين الآب في السماويات، ثم إرسال الروح القدس. احنا سمعنا كتير عن مراحل هذا الخلاص العظيم زي ما سبق وقلت من شوية، باستثناء موضوع نزول المسيح إلى الجحيم كمرحلة أساسية من مراحل خلاصنا. فحديثنا الآن هو عن جانب من جوانب سر موت المسيح، وهو نزوله إلى الجحيم بالصليب أو من قبل الصليب، ليكرز بالخلاص والعتق لكل المأسورين فيه، والمقيدين بالأغلال الحديدية، والمغلق عليهم خلف الأبواب النحاسية منذ آدم الإنسان الأول، لكي يعتق من يقبل كرازته بالخلاص والنجاة، ويطلق إلى الحياة الجالسين في الظلمة وظلال الموت، باستثناء الذين أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. هؤلاء الذين رفضوا إشراقة نور الكلمة عليهم. فإن كنا نعلم بعض العلم عن خلاص المسيح الذي أكمله لنفوس الذين رقدوا قبل يوم الصليب، ومن بينهم من كانوا في الجحيم انتظارا ليوم الخلاص بالصليب، ولكن ماذا أيضا عن خلاص المسيح للذين ماتوا بعد يوم الصليب ولم يسمعوا أو يعرفوا شيئا عن المسيح وخلاصه، وما هو دور الكنيسة في هذا الموضوع؟ هذا هو الموضوع الذي سأشارككم فيه في هذه الحلقة وبعض الحلقات القادمة أيضا، وهو الموضوع الذي يشغل حيزا غير قليل من نصوص صلواتنا الليتورجية، ولا سيما في القداس الإلهي. في القداس البسيلي بنصلي، أبونا بيصلي على المذبح بيقول نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، وإحنا في التسبحة بنقول فتح باب الفردوس ورد آدم إلى رئاسته مرة أخرى، وبنقول أيضا من قبل صليبه وقيامته المقدسة رد الإنسان مرة أخرى إلى الفردوس. وفي مرد للشماس في أوشية الراقدين بيقول لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم. كي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم. في القداس الغريغوري بنسمع في الصلاة قول أبونا أعطيت إطلاقا للذين قبض عليهم في الجحيم. وفي هذا القداس أيضا فتحت لي الفردوس لأتنعم، وأعطيتني علم معرفتك، أظهرت لي شجرة الحياة، وعرفتني شوكة الموت. في القداس المرقسي أو الكيرلوسي بنقول اللهم يا من تكثو له كل ركبة ما في السماوات
وما على الأرض وما تحت الأرض. وتعبير الخلائق الموجودة تحت الأرض جه 3 مرات في الكتاب المقدس، في كتاب العهد الجديد. جه في رسالة فيلبي إصحاح 2 آية 10، وجه في سفر الرؤيا إصحاح 5 آية 3 وآية 13. تكثو له كل ركبة، ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض. في صلوات القسمة بنسمع النصوص الليتورجية الآتية: يا يسوع المسيح ذا الاسم المخلص الذي بكثرة رحمته نزل إلى الجحيم وأبطل عز الموت. وبنقول أيضا: هذا هو الذي نزل إلى الجحيم وأبطل عز الموت وسبى سبيا وأعطى الناس كرامات. ونقول أيضا: أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليبه نزل إلى الجحيم ورد أبانا آدم وبنيه إلى الفردوس. وبنقول أيضا: ونحن الجلوس في الظلمة زمانا أنعم لنا بنور قيامته من قبل تجسده الطاهر. نحن أيضا الجلوس في الظلمة زمانا. في تسبيحة نصف الليل اللي احنا بنسبحها في الكنيسة كل يوم، بنقول: العساكر الملائكية بهتوا عندما رأوك حسبت مع الأموات وحطمت قوة الموت أيها المخلص، وأقمت آدم معك وعتقته من الجحيم. وبنقول: يا من لبست لباس السمائيين حتى سترت آدم بلباس النعمة ورددته مرة أخرى إلى الفردوس موضع الفرح ومسكن الصديقين. وبنقول: مضيت إلى الجحيم وأصعدت السبي من ذلك المكان، وأنعمت علينا مرة أخرى بالحرية كإله صالح. والعبارة المشهورة اللي بنصليها كل يوم: فتح باب الفردوس ورد آدم إلى رئاسته مرة أخرى. من تسابيح الكنيسة: سبى الجحيم سبيا وحطم أبوابه النحاس وكسر متاريسه الحديد كسرا وأبدل لنا العقوبة بالخلاص وأعاد آدم إلى الفردوس بفرح وبهجة ومسرة، هو وبنيه الذين كانوا في الحبوس محل النعيم دفعة أخرى. في طرح في غاية الأهمية، طرح الساعة 9 من يوم الجمعة العظيمة. أنا عايزكم كل مرة لما تكونوا حاضرين الصلاة في الكنيسة يوم الجمعة العظيمة تركزوا على كلمات طرح الساعة 9. بيقول إيه الطرح ده؟ الله الكلمة بكماله مضى إلى الجحيم بالنفس التي أخذها من طبيعة آدم وجعلها واحدا معه، والنفوس التي كانت في السجن أصعدها معه كعظيم رحمته، والعدو الأخير الذي هو الشيطان قيده بالقيود والسلاسل، فلما رآه البوابون الأشرار والقوات الكائنة في الظلمة هربوا ولم يطيقوا الثبوت
لأنهم عرفوا قوته وكثرة جبروته، فكسر الأبواب النحاس بسلطانه، والمتاريس الحديد سحقها. وأما المسبيون إذ رأوا الرب يسوع مخلص نفوسهم صرخوا بصوت قائلين: حسنا جئت أيها المنقذ عبيده. ثم أمسك أولا بيد آدم فاجتذبه وأصعده وبنيه معه، وأدخلهم إلى الفردوس مسكن الفرح والراحة. طرح في منتهى الأهمية. ديت النصوص الليتورجية أو بعض النصوص الليتورجية اللي بتتكلم عن نزول السيد المسيح إلى الجحيم. الحلقة القادمة هنكمل الموضوع عن نزول المسيح له المجد إلى الجحيم في النصوص الكتابية، يعني ما ورد عن هذا الموضوع في الكتاب المقدس. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.